هي ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة برعاية منظمة طموح لحماية حقوق المرأة بمدينة بنغازي، نظمت بصالة الاجتماعات بمستشفى الطفل. طبعا احنا اليوم عندنا ورشة عمل بخصوص العنف ضد المرأة، مستهدفين جريحة النساء. طبعا حنتحدث على العنف وأنواع العنف، طبعا اللي تعطي الأستاذة المدربة ريم المسماري حتى هي اللي تعطينا ورشة العمل، واستهدفنا طبعا بعض الرجال اللي هم المناصرين للمرأة، فإن شاء الله نطلع بالتوصيات ومخرجات من الندوة، وإن شاء الله ربي يسهل الأمور، وإن شاء الله المرأة معاش نبوع عنف للمرأة. بحضور نخبة من سيدات المجتمع المدني والمهتمين بحقوق المرأة من السيدات والرجال، انتظمت الورشة بمحاضرات ألقتها الدكتورة ريم المسماري. اليوم إن شاء الله حنكون معاكم في ورشة عمل بخصوص مناهضة العنف ضد المرأة والتنوع الاجتماعي. اليوم حيكون الورشة برعاية منظمة الطموح لرعاية حقوق المرأة والطفل والأعمال الخيرية. الورشة هي في البداية تحب تعرف ب 16 يوم اللي هو لمناهضة العنف ضد المرأة، آخر يوم لها حيكون يوم اللي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. محاور بسيطة في الورشة اللي هي أول شيء مفهوم الجندرة، مفهوم حقوق المرأة في تحت القواعد والقوانين الدولية والمحلية. عدد من المواضيع عن المرأة ومشاركتها وضرورة احترامها لتكوين مجتمع متكامل متكافل، ويشرح انعكاسات ممارسات العنف على النساء ومحاولة لتعزيز دورها في المجتمع. كانت هذه الورشة.